مرحبا، أهلا وسهلا بكم. لا زال السودان على حاله. اليوم الثالث والأخير من هدنة مرت ساعاتها لحد الآن هادئة بكثير من الحذر وقليل من المواجهة، ما أحيا آمالا بإمكانية الوصول إلى وقف مطول لإطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى. الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من العنف المتجدد في السودان واتخاذه أبعادا قبلية، داعيا أطراف النزاع إلى الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات. لماذا تصر الخرطوم على رفض رئاسة كينيا لمبادرة إيجاد؟ هل لا تزال هناك فرص متاحة لإنقاذ الوضع؟ طبعا والنزاع يدخل شهره الثالث، السودان إلى أين؟ في نبض العالم لهذا الثلاثاء نتطرق إلى ما خرجت به زيارة أنتوني بلينكن إلى الصين من تفاهمات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن علاقات بلاده مع الصين تمضي في الطريق الصحيح، في حين صرح نظيره الصيني شي جين بينغ بأن بكين وواشنطن أحرزتا تقدما لتحسين علاقتهما. لماذا وصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى هذا المستوى؟ وما تأثير تدني العلاقات بين بكين وواشنطن على السلم والاستقرار في العالم؟ وأي سيناريوهات ستأخذها قضية تايوان على ضوء التفاهمات الأخيرة؟ مرحبا من جديد. تعهد المانحون في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان الاثنين بتقديم مساعدات إنسانية بنحو 1.5 مليار دولار. وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث عن حصيلة التعهدات المالية التي ستخصص لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من الاقتتال في ختام مؤتمر جنيف. إن المانحين تعهدوا بنحو 1.5 مليارات دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كانت كل الأموال الممنوحة ستصرف حديثا، ويشمل ذلك 200 مليون يورو من ألمانيا و171 مليون دولار من الولايات المتحدة.
و190 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و50 مليون دولار من قطر. هذه الأزمة ستتطلب دعما ماليا مستداما، وآمل أن نتمكن جميعا من إبقاء السودان على رأس أولوياتنا. لمتابعة تطورات الوضع في السودان نسعد بأن يكون معنا مباشرة من لندن المحامي والقيادي بحزب بناء السودان وائل عمر عابدين مباشرة معنا عبر الهاتف. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ وائل. مرحب بك وبمشاهدات ومشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا في اليوم الثالث والأخير من الهدنة، التقارير تقول إن وقف إطلاق النار تم الالتزام به بشكل مقبول. ما الذي عاينتموه لحد اللحظة أو تابعتموه من خلال التقارير من السودان؟ الهدنة تم الالتزام بها بشكل مقبول كما أسلفت، ولكن الجميع يتوقع عند نهاية الهدنة ستعود المعارك بشكل أعنف وأقوى مما كانت عليه قبل الهدنة. هذا ما يخبرنا به معايشتنا للهدنة السابقة. نعم أستاذ وائل، طبعا الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني قال إن الهدنة تعرضت لانتهاكات صارخة من الميليشيات المتمردة وفق تعبيره منذ اليوم الأول برصده لحشود وتحركات مسلحة. هل اخترقت الهدنة بشكل كبير فعلا، أم نتحدث عن هدنة مختلفة عن باقي الهدنات السابقة؟ سمعت أصوات إطلاق نار تحديدا في اليوم الأول، يعني لا يمكن أن نتحدث عن هدنة ناجحة بنسبة 100%، ولكن بالتأكيد هي أفضل من الوضع الذي كانت عليه الأوضاع قبل الهدنة، ونتمنى أن تستمر بشكل أطول حتى يتمكن المدنيون من أن يستعيدوا بعضا من حياتهم شبه طبيعية. نعم أستاذ وائل، طبعا ننتقل إلى المساعي الدولية من أجل الحل. وزارة الخارجية السودانية جددت رفضها دعوة وزير خارجية كينيا إلى اجتماع وزراء خارجية الآلية الرباعية المكلفة بحل أزمة السودان، وقالت ننتظر ردا من رئاسة إيجاد بشأن اعتراضنا على رئاسة كينيا للآلية. ما مبررات السودان في ذلك؟ بالنسبة لنا نحن نتابع أن الحكومة السودانية ترى أن دولة كينيا غير محايدة، أو الحكومة الكينية، ليست دولة كينيا، الحكومة الكينية الحالية ورئيسها غير محايد تجاه الوضع والحرب في السودان، وهو منحاز إلى أحد الأطراف تحديدا ميليشيا الدعم السريع، باعتبار العلاقة التي تربطه بالدعم السريع أو بقائد قوات الدعم السريع. هذا ما أفادت به حكومة السودان وطلبت أنه يتم إعادة النظر، ورفضت رئاسة كينيا للجنة الرباعية باعتبار أنها غير محايدة في هذا النزاع، أو غير موضوعية، أو منحازة إلى أحد الأطراف. لكن إذا سمحت لي أن أعلق من منظور حزب بناء السودان عموما، نحن نلحظ أن الدبلوماسية السودانية تتعامل بشكل غير منتج في بخصوص المجتمع الدولي، تحديدا ما حدث مع مبعوث الامم المتحده للسودان فولكر، والان مع ايجاد. فنحن نعتقد انه بالضروره التفاعل مع المجتمع الدولي بشكل اكثر ايجابيه واكثر حيويه وبشكل دبلوماسي افضل من الذي يتم الان. هذا مع تاكيدنا التام اننا في هذه الحرب المفروضه نصطف مع القوات المسلحة، مع الجيش السوداني، لأننا ننحاز دوما إلى مؤسسات الدولة، ورؤيتنا للتغيير ضرورة التغيير عبر تقوية مؤسسات الدولة وزيادة حوكمتها لا بإضعافها وتهديمها. ونحن نعتقد أن الذي يحدث الآن هو ذروة سنام التغيير الثوري الذي يفضي بالضرورة إلى الحرب، لأنه في رأينا أنه العالم العربي والربيع العربي إذا جاز لنا تسميته فشل كله في تحقيق تحول ديمقراطي مستدام. كلمة مستدام هذه مهمة بين مزدوجين. نحن في السودان جربنا التحول الديمقراطي 3 مرات، ولكن سقط
بانقلابات عسكرية وقفت من وراء أحزاب ثورية. فنحن نرى أن بالضرورة التغيير من الآن فصاعدا لا بد أن يكون عن طريق التغيير الإصلاحي المتدرج وليس عن طريق التغيير الثوري. التغيير الثوري أورد السودان موارد الهلاك، وشهد السودان أكبر عدد من محاولات الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية. علينا أن نتوقف كسودانيين، هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم، في نقطة التغيير التدريجي طبعا هذا يأتي بعد إيجاد حل لما يحدث الآن في أزمة السودان. طبعا منظمة إيجاد قالت في بيان لها أن وزراء الخارجية في الآلية الرباعية طبعا اتفقوا على اعتماد نهج تدريجي لحل النزاع في السودان. هل هذا النهج قابل للتنفيذ ومقبول الآن؟ أنا أعتقد أن الوضع في السودان وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة. لأنه ما حدث أصلا خلق ميليشيا الدعم السريع أو قوات الدعم السريع هو مخالف لجميع الأعراف المؤسساتية في الدنيا كلها، وينتمي إلى حقبة ما قبل الدولة الحديثة. الدولة الحديثة في تعريفها هي التي تحتكر امتلاك العنف. الآن نحن أمام هذه المغالطة التي أدخلتنا فيها الحكومة السابقة بنهجها الثوري المتأخر، وكانت النتيجة شبه حتمية أن سيصطدم الجيشان. ما حدث الآن من الصعوبة بمكان إيجاد قاعدة للثقة في المدى القريب. للأسف هذا الوضع واضح أنه وضع خطر. من يجد يعني هذه القاعدة، قاعدة الثقة التي يراد أن تبنى؟ نتحدث عن إيجاد أم نتحدث عن مبادرة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؟ المبادرة السعودية نجحت في أنها تعمل هدى، والإيجاد أنا لا أعتقد أن لها القدرة والوزن الكافي لأن تضغط على الأطراف أو تحفز الأطراف للوصول إلى نتائج إيجابية. الموضوع حتى الولايات المتحدة والسعودية بكل ثقلهما لم ينجحا حتى الآن في إحداث اختراق نوعي كبير في جوهر الأزمة. قمة ما توصلوا إليه هدى قصيرة جدا لأغراض إنسانية. ما السبب برأيك؟ لأن الوضع وصل إلى مرحلة صعبة جدا. يعني في رأيي أن الصراع المبني على الشرعية الثورية في النهاية يحسم بالقوة. للأسف نعم عليه. نحن اقترحنا أنه لنزع فتيل الأزمة يقوم الجيش بترقية الفريق البرهان إلى رتبة المشير ويتقاعد، وكذلك يتقاعد كل من محمد حمدان حميدتي وأخيه نائب الدعم السريع عبد الرحيم، ويتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. طيب. ويكون جزء من القوات المسلحة السودانية بكافة مخصصات، يعني نضمن لهم استمرار وظائفهم وأعمالهم، ويكون لقادة الدعم السريع أن يخرجوا بما ممتلكاتهم لا تمس كحل لهذه. طيب أستاذ وائل ابقى معنا من تركيا، أو نرحب برئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورئيس الفيدرالية الإفريقية للصحفيين الأستاذ الصادق الرزيقي معنا مباشرة عبر زوم. مرحبا بك أستاذ. تحياتي لك وتحياتي لضيفك في الاستوديو. أهلا بك. طبعا كيف تنظر لمبادرة إيجاد طبعا المرفوضة لحد الآن في نقطة ما أو عدة نقاط من قبل الحكومة السودانية ومن قبل الحكومة السودانية؟ طبعا أولا الحكومة السودانية رفضت الإيجاد، وهذا الرفض مبرر الآن من الحكومة السودانية. وأنا أعتقد أن إيجاد الآن بمثابة حصان طروادة، لأنه هذه الأجندة مفروضة من شركاء الإيجاد أو أصدقاء الإيجاد، وهي دول كبيرة في المجتمع الدولي. الإيجاد فشلت في تسوية كل الخلافات وكل الأوضاع في منطقة الإيجاد نفسها، فشلت في حل المشكلة الصومالي، فشلت في حل النزاع في إثيوبيا، النزاع بين الحكومة الإثيوبية في إقليم تيغراي، فشلت في حل مشكلة جنوب السودان، فشلت في حل النزاع بين إريتريا وجيبوتي. في كل النزاعات التي دارت في المنطقة
كانت الإيجاد وبالا على هذه المنطقة وفشلت فشل ذريع في تقديم أي حلول. الآن الإيجاد تم نفخ هذا البالون الكبير المسمى الإيجاد من القوى الخارجية، وتدعي الإيجاد أنها بإطلاق عملية سياسية شاملة يمكن أن تعالج هذه القضية. الإيجاد كما ذكر ضيفك أضعف من أن تلعب هذا الدور. كل الذي تلعبه الإيجاد هو بالوكالة بالنيابة عن القوى الدولية التي تريد أن تفرض أجندتها وتريد أن تستخدم الإيجاد في هذا اللعب. مع أنها طرحت خطة معينة طبعا، لأنه يعرف أن الإيجاد الآن السودان رفض اللجنة الرباعية، رفض رئاسة كينيا، رفض السودان مبني على الأجندة الكينية. كينيا الآن ليست محايدة كما يرى السودان. السودان لديه طبعا كافة المعلومات الكاملة أن الرئيس ويليام روتو رئيس كينيا الحالي إنما فاز في الانتخابات بتمويل من قائد التمرد الموجود الآن في السودان، وأنه ربطته علاقة قوية جدا بحميتي في السودان، وهو الآن يستقبل مندوبين من حميتي. الآن يعني كينيا تحتضن عدد من قادة التمرد، خاصة القادة السياسيين وبعض القادة العسكريين، فهذا مبرر كافي للسودان أن يرفض. هنالك تناقضات كبيرة داخل الإيجاد. نعم. دول الإيجاد نفسها ليست متفقة على هذا النوع من الحل، فأنا أعتقد أن الإيجاد ستفشل في هذا النوع، والشعب السوداني سيفشل هذا المزعة، وأن القوى السياسية التي ذهبت الآن إلى كينيا وتريد أن تعود إلى المشهد وإلى الواقع السياسي السوداني عبر المبادرة الجديدة للإيجاد أو عبر دعوة كينيا لحوار سياسي، هذه القوى ستبوك بالفشل كذلك، ولن يتحقق هذا المراد أبدا. نعم، أنت قلت، حتى نبقى معك أستاذ صادق، أنت قلت هذه الجهود ستبوء بالفشل. نتحدث عن الجهود الأفريقية، هل تجد طريقها لإحداث تقدم في مسار الحل، أم تراها أبعد عن مبادرة جدة التي تقودها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا، هذه الجهود ليست جهود الاتحاد الأفريقي. نعم. الاتحاد الأفريقي حاول أن يتدخل في المشهد السوداني. حكومة السودان أعلنت صراحة أنها ستنسحب من الاتحاد الأفريقي إذا تمت أي تسوية دون أو أي تحرك دون مشاركة الحكومة السودانية ودون موافقة الحكومة السودانية. لذلك القوى الدولية شعرت أن ملف الاتحاد الأفريقي معقد، أن السودان نفسه عضويته معلقة في الاتحاد الأفريقي من أكتوبر 2021. كذلك تشعر أن هنالك دول قوية ومراكز قوة داخل الاتحاد الأفريقي مثل مصر والجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا. هذه الدول ستعترض على أي تسوية يمكن أن تتم عن طريق الاتحاد الأفريقي، وعلى أي أجندة خارجية يمكن أن تدخل في الاتحاد الأفريقي. فلذلك تمت الاستعاضة بالاتحاد الأفريقي، وهو البيت الأفريقي الكبير، وهو المنظمة الأكبر، بمنظمة صغيرة فاشلة ليست ناجحة، أخفقت في كل ملفات السابقة، هي الإيجاد. فلذلك لا أعتقد أن الإيجاد الآن تمثل الإرادة الأفريقية. الإيجاد الآن تمثل الأجندة الأمريكية، الأجندة البريطانية، الأجندة الإماراتية في المنطقة. لا يمكن أبدا أن تمثل الإيجاد الآن مخرج للشعب السوداني من هذه الأزمة. والمبادرة الكينية مبادرة متحيزة غير محايدة، فلذلك سيرفض السودان، ولا يمكن أن تتم أي تسوية دون أن تشارك الحكومة السودانية. نعم. أين ترون الحل أستاذ الصادق؟ عملية سياسية دون أن يشارك فيها الجيش السوداني الآن، لأن الجيش السوداني هو الآن يدير المعركة، وكذلك يدير العملية السياسية في السودان، ويدير الحكومة الحالية. نعم، أين ترون الحل أستاذ الصادق الرزيقي، طبعا بناء على ما قلته؟ الذي يدور في السودان هو تمرد على الدولة، وهم حاولوا اختطاف للدولة، وأن هنالك بعد إقليمي وخارجي في هذا الصراع، لأن العناصر المرتزقة المشتركة في هذا الحرب عناصر كبيرة جدا، هناك تدخلات خارجية. يعني الأزمة في السودان مركبة الأبعاد، البعد المحلي الداخلي، البعد الإقليمي، والبعد الدولي. إذا لم يتم هزيمة هذا التمرد، وإذا لم يتم دحر هذا التمرد، لا يمكن أن تتم أي تسوية سياسية، ولا يمكن أن تهدأ الأوضاع في السودان. يعني الذي حدث في السودان حدث من قبل في عدة دول. هذه الدول استطاعت أن تنتصر لدولتها، تنتصر لاستقرار الدولة، تنتصر لوحدة تراب الدولة، ووحدة الدولة السودانية الآن مقدمة على أي شيء. إذا لم تحسم هذه المعركة، وإذا لم يتم
هزيمة هذه التمرد لا أعتقد أن هنالك حل. السودان الآن يواجه موقف عصيب، إذا لم يهزم التمرد سيكون السودان على شفا الانهيار الكامل، وربما تمزق السودان وانقسام إلى عدة دويلات. الفوضى التي ستنتشر في السودان ستهدد المنطقة بأكملها، ستهدد مصر بالأساس لأن أمن مصر القومي مبني على أمن السودان، ستهدد أثيوبيا، ستهدد وسط إفريقيا، ستهدد غرب إفريقيا. فلذلك هذه الأزمة الجيش السوداني يمثل حجر الزاوية في حل هذه الأزمة، أن ينتصر الجيش على هذا التمرد، أن تتم تصفية هذه التمرد حتى تعود إلى طبيعتها، دون ذلك فإن الانفجار الهائل يعم كل هذه المنطقة. نعم، نعود إليك أستاذ وائل. طبعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه من العنف المتجدد في السودان واتخاذه أبعادا قبلية، وفق ما قاله الأستاذ الصادق، هل فعلا وصل الوضع إلى هذه النقطة الخطيرة؟ منظور قانوني وحقوقي، أنا أعتقد أن ما يحدث في السودان وبحسب الأنباء المتواترة من كل المناطق هناك ارتكاب لجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في عدة مناطق في السودان. فللمثال لا للحصر، هناك تهجير واسع للسكان المدنيين في ولاية الخرطوم، ملايين السكان أخرجوا من ديارهم ومن بيوتهم ونزحوا خارج العاصمة، والاتهامات لقوات الدعم السريع بأنها تحتل البيوت والمنازل وتخرج السكان منها وتستخدمها لأغراض عسكرية، وهذه أيضا جريمة. أما الطامة الكبرى فتحدث في ولاية غرب دارفور في الجنينة ضد المساليت، قبيلة المساليت، وهذه ترقى إلى أنها تكون اتهامات صريحة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المساليت في غرب السودان، لأنه في تهجير قصري وفي إهلاك كلي، وقد يكون قطع للنسل والتأثير على العنصر نفسه. وهناك ارتكاب لجرائم الاغتصاب في كل المناطق، في العاصمة القومية وفي غرب دارفور، انباء عن ارتكاب انتشار واسع للاغتصاب، وهناك قطع للمياه واحتلال محطات المياه التي تزود ملايين المواطنين بمياه الشرب لفترات طويلة جدا، احتلال المستشفيات وإيقاف الخدمات الصحية. هناك آلاف من المواطنين تعرضوا لمخاطر عظيمة من المرضى أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة بإيقاف هذه المؤسسات الصحية واحتلالها واستخدامها لأغراض عسكرية. وضع في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. وأعتقد إنه إذا استمر سيتعقد الموقف أكثر. نعم أستاذ الصادق، حتى نبقى في الإطار الإنساني طبعا وجغرافيا، يعني المعارك التي أو المواجهات التي كانت تدور في العاصمة الخرطوم، هل نتحدث عن مدن أخرى بتلك يعني الخطورة التي حدثت في العاصمة الخرطوم، عن دارفور؟ طبعا إنسانيا، وهو الذي يشكل أولوية، الأمين العام للأمم المتحدة وصف الوضع في السودان أيضا بالمقلق للغاية، واعتبر الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. هل هو تهديد بمحاسبة من يستهدف المدنيين أستاذ؟ تفضل. أولا ما حدث في ولاية الخرطوم أو في العاصمة الخرطوم خطير جدا للغاية، ولكن ما حدث في مدينة الجنينة فاق ذلك، لأنه تحولت الأمور في مدينة الجنينة إلى نزاع بالكامل، وانحدرت وانزلقت إلى نزاع قبلي، وهذا النزاع القبلي خلف أعداد كبيرة من الضحايا والنازحين، وتكاد تكون الجنينة الآن مدينة خالية أو مدينة أشباح، لأنه تم تهجير الأهالي نتيجة لهذا الصراع. انزلاق الصراع في الجنينة من صراع كان بين المؤسسة العسكرية وبين عناصر من الدعم السريع، تحول إلى صراع قبلي، واختار الدعم السريع أن ينجرف إلى هذا الصراع القبلي، فلذلك حدثت هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الكبيرة. وربما تحدث في مدن أخرى، يعني في مدينة كتم في شمال دارفور نفس المشكلة، في مدينة زالينجي، رغم أن في هاتين المدينتين لم تصل الأوضاع إلى ما وصل إليه جنينة، لكن الجنينة تعطيك ملمح
لحجم هذا يعني لا. هذا الانحدار الكبير والوقوع في نهاية القاع بالنسبة لهذه الحرب، أنها تحولت الحرب للتصفية عبر المعيار القبلي وعبر السحنة أو عبر الانتماء القبلي، فهذا خطير جدا في السودان، وأنا أخشى أن ينتقل هذا تنتقل هذه الأمور إلى مناطق أخرى من السودان. آخر ما كان يتوقع السودانيون أن هذا النزاع بدلا من أن كان نزاعا سياسيا وبدلا من أن كان السجال بين القوى السياسية أن طرف من أطراف المكون العسكري تمرد وولغ في هذه الدماء الكثيرة وأصبح رديف لمجموعة سياسية صغيرة تريد السيطرة على السودان، والآن تحويلهم للصراع لصراع قبلي ينذر بخطر كبير أن الشعب السوداني الآن كله يمكن أن ينقسم ما بين قبائل تتقاتل فيما بعضها البعض، ويكون العنصر والجهة والعرق هو الأساس. هذا مؤشر خطير جدا، وما ما ما حصيلة هذا اللي ما تحدث عنه أمين العام للأمم المتحدة ويعطي خلاصة لما وصل إليه الصراع، وهنالك خشية أن تتفاقم هذه الأوضاع أكثر، لأن الأوضاع الإنسانية معقد أكثر بكثير من ظروف الحرب. الآن هنالك عشرات الألوف في تشاد لاجئين، هنالك نازحين في مختلف مناطق دارفور المختلفة، وإذا تمددت هذه الحالة إلى مناطق أخرى سنفشل فشل بالغ جدا في الحفاظ على الدولة السودانية. نعم، في الحفاظ على الدولة السودانية. طبعا ما دور المجتمع المدني أستاذ صادق في ظل هذا الوضع المتأزم، الأحزاب السياسية، نتحدث عن المواطن السوداني يعني قبل كل شيء والدولة السودانية؟ الآن لا توجد حركة سياسية، لا توجد أحزاب سياسية. الأحزاب التي كانت تمثل قحط المجلس المركزي أو التنظيمات اللي كانت موجودة في السلطة بعد 2019 بعد أبريل، الآن كلها غير موجودة، كلها هربت. الآن لا صوت يعلو فوق صوت البندقية الآن في السودان، لا توجد قوة مدنية، لا توجد حركة مجتمع مدني. الآن الشعب السوداني يواجه هذه الحرب وتداعيات هذه الحرب وأهوال هذه الحرب. فلذلك أي دور للقوة السياسية هو دور موجود في الإعلام فقط، يعني مجرد فقاقيع إعلامية، مجرد فرقعات إعلامية، لكن لا يوجد عمل سياسي على الأرض، ولا يوجد من يستمع الآن للرأي السياسي. الشعب السوداني الآن خارج المدن، الشعب السوداني الآن يعاني من آثار هذه الحرب، من ارتفاع هائل في الأسعار، من ندرة كبيرة، من ضائقة معيشية لم يشهدها السودان من قبل. الكثير مناطق السودان الآن تعيش حالة مجاعة حقيقية، الآن الخدمة الطبية في مشكلة، الآن السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة. فلذلك القوى السياسية انسحبت من المشهد وتركت البندقية وحدها تتحدث. طيب، فلا أمل أن تقود أي مجموعة سياسية أو مجموعة مدنية أخرى أن تقود البلاد إلى حل. نعم أستاذ، إلا انتهت هذه الحل على الوجه الذي تنتهي عليه. نعم أستاذ وائل كاس، وأن نختم به رجاء باختصار، هل فيه أمال للوصول إلى وقف إطلاق نار طويل مع عيد الأضحى؟ طبعا هذه فرصة. الأمنيات دوما جميلة، لكن ما لم يحدث انتصار عسكري أو يعني تعديل لموازين القوى بشكل معبر هو الذي سيمهد إلى الوصول إلى السلام. في النهاية الحروب جميعها تنتهي بالتفاوض على مائدة المفاوضات، ولكن لابد في هذه المرحلة أن يحدث تقدم عسكري ما حتى يتم التفاوض ويكون منتجا. إذا وجد الأطراف أنه الاستمرار في الحرب يعني يكبتهم خسائر أكبر، أعتقد أنهم ممكن يتفقوا. لكن عموما حتى نحفظ بعضا من التوازن، نود الإشارة أن الحركة الإسلامية أو نظام الإنقاذ هو الذي خلق هذه الميليشيا الدعم السريع، والآن هي تمردت على الدولة وسببت كل هذا الدمار. فهذا الفكر المفارق للعصر والذي يسبح في اتجاه عكس حركة التاريخ، أوردنا هذه الموارد من التهلكة، لأنه هو مضاد لفكرة المؤسسية والدولة الحديثة، الدولة القطرية الحديثة المدنية.
لا بد الاعتراف بذلك حتى نتقدم إلى الأمام في المستقبل. أشكرك جزيلا الشكر المحامي والقيادي بحزب بناء تونس الأستاذ وائل عمر عابدين، كنت معنا مباشرة من لندن عبر الهاتف. الشكر موصول أيضا لرئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين الأستاذ الصادق الرزيقي، كنت معنا من تركيا عبر خدمة زوم. مشاهدينا مستمرون معكم في نبض العالم، بكين وواشنطن بحث عن تجاوز الخلافات المطروحة بينهما بعد قليل. نقدروا الأرض أرضنا، الشمس شمسنا، الخير خيرنا، المصنع بلا وهر جنة، الإنتاج يكفي حاجتنا، مياه بالمياه منتوج بلادنا، جوهرة من الحقل إلى المستهلك، مركب سيفيتال لسحق البذور الزيتية، سيفيتال في خدمة الاقتصاد الوطني. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الطرفين حققا تقدما وتوصلا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا المحددة، في حين وصف بلينكين المحادثات مع الرئيس الصيني بالمهمة، مشيرا إلى أنه اتفق خلال اجتماعاته في الصين على أهمية استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين. يصافح بلينكين الرئيس شي، لعل اللقاء يرقع بردة علاقات متوترة بين واشنطن وبكين. وزير الخارجية الأمريكي خلال مناقشات في آخر يوم من زيارة وضعها متابعون في خانة نادرة والهامة على طريق النأي بعلاقات البلدين عن صراع محتمل. يقول الرئيس الصيني إن المناقشات أفضت إلى توافقات في عدد من النقاط، مذكرا بأن بلاده تستند في علاقاتها إلى الصدق والاحترام المتبادلين. لقد أوضحنا موقفنا واتفقنا على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي، كما أحرزنا تقدما وتوصلنا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا المحددة. هذا جيد جدا، يجب أن تستند التفاعلات بين الدول على الاحترام المتبادل والإخلاص. آمل من خلال هذه الزيارة أن تقدم مزيدا من المساهمات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية. وذاك ما يرجوه بلينكين الذي أكد أن البلدين يتحملان مسؤولية إدارة العلاقات بينهما بشكل جيد، وأن الولايات المتحدة تسعى للحوار والتعاون المتبادل مع الصين. طلب مني الرئيس بايدن السفر إلى بكين لأنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين لديهما التزام ومسؤولية لإدارة علاقتنا. الولايات المتحدة ملتزمة بفعل ذلك لأنها في مصلحتنا ومن مصلحة الصين والعالم. معا غطينا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والعالمية.
غير أن التوافق في عدد من النقاط معناه أن ثمة نقاط أخرى لا تقبل الوحدة بل القسمة، وعند تايوان يظهر إصرار بكين على مبدأ صين واحدة. وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد خلال لقائه نظيره الأمريكي أن موقف بلاده واحد ولا مجال للتسوية أو التنازل. تسير العلاقات بين بكين وواشنطن بقدر من الحذر لئلا تحيد نحو توترات أخرى تزيد الحال نفورا، في وقت تؤكد الخارجية الأمريكية أن بلينكين ناشد خلال لقائه الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية درءا لسوء فهم أو حسابات خاطئة. لمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا من تونس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نصر الدين بن حديد عبر سكايب، ومن رام الله نرحب بالكاتبة والباحثة السياسية في الشأن الإقليمي والدولي الدكتورة تمارا حداد عبر سكايب أيضا. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي. دعنا نبدأ معك دكتورة تمارا. طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد هذه اللقاء أو لقاء بلينكين مع الرئيس الصيني قال إن علاقات بلاده مع الصين تمضي في الطريق الصحيح، في حين صرح نظيره الصيني بأن بكين وواشنطن أحرزتا تقدما لتحسين علاقاتهما. هل هي كلمات مختارة لتصريح دبلوماسي أم تعبر عن حقيقة في تفاهمات بين البلدين؟ الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لك ولكل المتابعين، وشكرا لك أستاذ عبر قناتكم الكريمة. في البداية أريد أن أشير أن العلاقة الأمريكية الصينية يشهدها التوتر وحالة من الصدام والصراع والتنافس على المعابر المائية بالتحديد في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهناك نقاط خلافية عديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. لكن هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى جمهورية الصين ولقائه الرئيس الصيني ولقائه أيضا نظيره وزير الخارجية الصيني، له دلالات هناك، هي خطوة إيجابية، ولكن أي عملية بتحويل هذه الخطوة يجب أن تكون حسن النوايا قائمة ما بين الطرفين، بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك قضايا خلاف ما بين الطرفين. قضايا الخلاف الأولى ما بين الدولتين هي قضية تايوان التي تعتبر هي تحت إطار الحكم الذاتي ولكن ضمن سياق السيادة للجمهورية الصين، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تدعمها بالسلاح، وهذا يؤدي إلى عملية عدم استقرار وتأكيدا على وحدة مبدأ الصين الواحدة. لذلك قضية تايوان هي القضية الخلافية الأساسية التي تصر عليها جمهورية الصين، التأكيد على مبدأ الصين الواحدة وعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها بالسلاح والترسانة العسكرية، والتدخل بعملية دعمها باستقلالها التي هي تعتبر تايوان جزء من الأراضي الصينية. ناهيك القضية الخلافية الأخرى وهي القضية الأساسية التي احتدمت الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالتحديد بعد زيارة نائب الرئيس مجلس النواب آنذاك بيلوسي السنة العام الماضي، التي زارت تايوان والتي أكدت أن هذه تايوان هي تعتبر ضمن سياق جزء لا يتجزأ من الأسطول الأمريكي، وبالتالي هذا الأثر على العلاقة الأمريكية وأيضا الصينية وازدياد حالة الاحتدام، بالتحديد أنها ازدادت بعد عام 1979. ناهيك عن قضية الخلافية الأخرى وهي منطقة بحر الصين الجنوبي التي تعتبر هذه المنطقة المعبر المائي والتي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والنفط والغاز. الولايات المتحدة الأمريكية هناك تركز السفن الملاحة العسكرية البحرية، ووجود هذه الملاحة البحرية الأمريكية أيضا يعزز عدم الاستقرار بالتحديد لجمهورية الصين. طيب دكتورة سنعود إليك. أستاذ نصر الدين، طبعا مما قاله الرئيس الصيني أن الطرفين أحرزا تقدما وتوصلا لاتفاقيات حول قضايا معينة. الدكتورة تمارا تحدثت عن نقاط خلافية،
ممكن نتحدث عن القضايا التي حدثت بخصوصها التفاهمات في هذا اللقاء أو في زيارة بلينكين إلى بكين؟ تحية لك وتحية للدكتورة وتحية لجميع المشاهدين. أعتبر أنه الهدف الأعلى والهدف الأول والهدف الرئيسي الآن للبلدين هو عدم تجاوز الخطوط الحمراء أو قواعد اللعب والانزلاق إلى مواجهة. ناهيك أن المواجهة بين الصين وأمريكا لن تكون مواجهة تقليدية، أي جيش ضد جيش، جبهة قتال مثل ما يجري في أوكرانيا. البلدان متداخلان عن طريق الاقتصاد. الصين تملك نسبة غير هينة من سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي الحرب ليست تقليدية. ثانيا، أعتبر أن هناك تقرير للمخابرات الأمريكية نشر أواخر العشرية الفارطة ينبأ ويتنبأ أن المواجهة الأكبر ستكون في 2025 مع الصين، على اعتبار أن المواجهة الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية إلى انهيار جدار برلين تمت في أوروبا، ثم بعدها تم الانتقال إلى الشرق الأوسط بغزو العراق، ثم بعدها تم الانتقال إلى أوكرانيا بالصراع في أوكرانيا، والآن هناك دور الصين القادم، مما يفسر خروج الولايات المتحدة أو نقول من باب الواقعية تخفيف من وجودها عبر العالم لتخفيف وجودها في الصين. أعتبر أن الصين الآن هي دولة قوية، دولة خرجت عن منطق الولايات المتحدة والعالم الغربي في ما يسمى الليبرالية أو العولمة، لم تكن مصنع العالم للسلع الرخيصة. الآن الصين أصبحت تسيطر على التكنولوجيات المتقدمة، وبالتالي الصين تملك أوراق قوة عديدة تجعل الولايات المتحدة تهدأ من خطابها حين تعلم أن الحرب المواجهة إن تمت لن يكون فيها خاسر ورابح بالمفهوم التقليدي، أي الحروب في القرون الوسطى وحتى في العصر الحديث. كل يملك أوراق قوة، والولايات المتحدة ستكون أحد الخاسرين في هذه المواجهة. نعم دكتورة تمارة، تحدثت عن القضايا الخلافية. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن علاقات بلاده مع الصين تمضي في الطريق الصحيح. على أي مستوى هذه العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح دكتورة؟ صحيح بالفعل، يعني تم الإشارة أن هناك خطوات مستقبلية، لكن أي عملية التحول من الحوار الدبلوماسي إلى الحوار العملي يجب البناء خطوة مقابل خطوة، بمعنى أن يكون هناك بالفعل احترام الولايات المتحدة الأمريكية للسيادة الصينية على أكثر من بقعة في المناطق، في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ناهيك أن أيضا أن عملية الصين بالتحديد أن الصين الآن هي تحترم هذا الواقع السياد، ولكن المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة بأكثر من دولة، وبالتحديد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإنشاء تحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وتحالف أوكوس وتحالف أيضا كواد. هذه التحالفات لها علاقة بما يقابل ضد الصين إذا حدثت مستقبلا أي حرب مستقبلية، بالتحديد أن الصين الآن أصبحت قوة عالمية عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي والمستوى النووي والمستوى التكنولوجي والمستوى أيضا السياسي والأمني، وبالتحديد أن أصبحت الصين لها هناك تدخلات سياسية وأمنية في منطقة الشرق الأوسط وفي أكثر من بقعة في العالم. أصبحت الآن الصين هي تنافس وتعمل على عملية تغيير النظام الدولي ذو القطب الواحد، ثم تحوله إلى النظام الدولي متعدد الأقطاب. هذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تركز ذاتها في العالم كقطب واحد قوي داخل سياق النظام الدولي، ولكن الصين أثبتت وجودها على واقع قوي جدا، سواء كان على المعابر المائية المختلفة في العالم، سواء كان على الواقع الاقتصادي وبالتحديد التكنولوجي، أصبح لها واقع قوي جدا، أصبحت تدخل كل الأسواق التجارية والخارجية في كل البقاع العالم. ناهيك عن وجود كل الحاسوبات التي لها علاقة بعملية المستوى السياسي والمستوى الأمني، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا علاقتها مع الصين هو ذات يعني في نهاية المطاف هذه العلاقة إذا تحولت هذه الحوار الدبلوماسي والخطوة هي بحاجة إلى خطوات عملية تؤكد الحوار والعلاقة والإشادة ما بين الطرفين
في سياق زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى جمهورية الصين. هذا الأمر بحاجة إلى خطوة عملية، إلى رؤية عملية، التحول إلى تحقيق الاستقرار والأمن والاستقرار في العالم. هذا الأمر بحاجة إلى تأكيدا على حسن النوايا بالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم تسليح المناطق القريبة بالتحديد بمنطقة تايوان وأيضا كوريا الجنوبية، وهذه المناطق دي من سياق التحالف، وأيضا اليابان تشملها. كل هذه الأمور إذا توقفت الدعم التسليحي، هذا إشارة أن هناك حسن النوايا واحترام الدول سيادتها وعدم تجاوز الخطوط. في هذه النقطة بالذات يجب التأكيد بخطوات عملية أستاذ نصر الدين. طبعا على رأس الأولويات إصلاح العلاقات الدبلوماسية وإعادة تأسيسها. بايدن قال إن بلينكين قام بعمل رائع في زيارته الأخيرة إلى الصين. هل نتحدث عن تبادل للزيارات على مستوى أعلى بعد 5 سنوات من الانقطاع؟ لا بلد من البلدين في حاجة أو يستطيع أن يبقى بدون اتصال بالآخر. المصلحة الثنائية بينهما تجبرهما على أن تكون هناك اتصالات على الأقل لتفادي تدهور الأوضاع وليس لتحسينها. وبالتالي نحن أمام بلدان قويان على المستوى الدولي، كل له موازين قوته، ومن ثم نحن أمام كل يتفادى الانفجار. ثانيا، أعتبر أنه التوسع الصيني، هناك في الولايات المتحدة من يستعمل عبارة الإمبريالية الصينية بالمفهوم الماركسي، طبعا وهذا مضحك ومبكي في العين ذاتي، لأن الولايات المتحدة لها أكثر من 330 موطأ قدمها وقاعدة عسكرية خارج بلادها، وللصين موطئين قدمين في خارج الصين، هما في جزر جيبوتي وفي جزر سليمان. وبالتالي نحن أمام نمطين مختلفين من القراءات السياسية. الأول الولايات المتحدة يقوم على قوة العسكر و منطق ما لم يستطيع جلبه، ما لا تجلبه القوة تجلبه مزيد من القوة، والصين التي تحاول مثل الماء أن يتوسع، وهي نظرية صينية، توسع إلى أمكن مدى ممكن بدون قوة. السؤال هنا أن الصين فهمت في العشرية الأخيرة أنه يجب أن تنزاد إلى قوتها الاقتصادية قوة عسكرية، ومن ثم بدأ برنامج الصين يزعج الولايات المتحدة، ومن ثم هناك الآن خوف من المواجهة ممكنة، الانفلات قائم، خاصة كما قالت الدكتورة من رام الله تمارا أن هناك بحر الصين هو بحر شبه مغلق وليس مفتوح، هناك نزاعات حول مواطن العبور، بالتالي الولايات المتحدة قد تبتعد أي حادث كما هو الآن مع تايوان لكي تجر الصين إلى حرب إقليمية لن تكون الولايات المتحدة مشاركة فيها بصفة رسمية، اتباعا لقاعدة أن القتال عبر الآخرين مثل ما يجري في أوكرانيا هي القاعدة وليست الاستثناء. نعم دكتورة، ما تأثير تدني العلاقات بين بكين وواشنطن على السلم والاستقرار في العالم؟ صحيح، بالفعل هذا يؤثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار في العالم، وبالتحديد أن كلا القوتين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين هي بشكل عام يتساويان بالقوة سواء كان على المستوى الأمني والاقتصادي والعسكري. فبالتالي إذا حدثت هناك حرب كما حدثت في الحرب العالمية الأولى والثانية، قد تحدث مستقبلا الحرب العالمية الثالثة، هذه الحرب العالمية الثالثة لن تكون نتائجها إيجابية، بالعكس سوف تضر بجميع الدول حتى على مستوى الأذرع والوكلاء لكلا الطرفين، سوف يؤثر بشكل سلبي على العلاقة ما بين التحالفات التي تحدث في العالم، لأن كلا الطرفين سواء كان على مستوى جمهورية الصين لها وكلائها ولها أذرعها في المنطقة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها وكلائها وأذرعها في المنطقة. فإذا حدثت هذه الحرب سواء كان على مستوى عالمي أو على مستوى إقليمي، سوف يشهد هذا الأمر انعكاسا سلبيا، وبالتحديد على الواقع الاقتصادي، وبالتحديد على الدول النامية من الدول العربية والدول المختلفة التي تعتمد كثيرا على اقتصاد الصين، على البضائع الاقتصادية الصينية، على الواقع التكنولوجي الصيني. فبالتالي سوف ينعكس سلبا على الواقع بشكل عام أمام الترهل إذا حدثت هناك التحول من التوتر العلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتحولت إلى حالة من الحرب. فبالتالي هذه الزيارة جاءت لامتصاص هذا الغضب وامتصاص التحول، هذا التحول التوتر تحوله إلى الحرب. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي تقوم على عملية إدارة الصراع في الوقت الحالي حتى لا يحسم إلى تحول إلى حسم الصراع والتحول إلى حالة الحرب ما بين العلاقة أو ما بين الدولة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على
إدارة الصراع حتى يكون هناك نتائج أقل وتأثيره أقل من التأثير، ويحسم الصراع ما بين الطرفين والتحول من حالة توتر قليل وضئيل إلى حالة الحرب، لأن انعكاسها بالتحديد أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين علاقة اقتصادية، هناك الكثير من البضائع الاقتصادية ما بين الطرفين، سوف يؤثر على الواقع الأمن والاستقرار والواقع الاقتصادي بالتحديد. أن حتى الصين يعني تتفاجؤون من هذا الأمر، هي التي تقدم بعض القروض للولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي تعيش في حالة صعبة جدا من الديون بسبب انشغالها في الحرب الأوكرانية الروسية وانشغالها في الحروب الأخرى في المنطقة وانشغالها بسبب ارتفاع الفائدة وارتفاع أسعار التضخم. هذا اللي أثر على العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكلائها، فبالتالي حتى الصين هي قدمت قرض للولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لم تعيد هذا القرض إلى الصين. هذا الأمر نتيجة وجود التوترات الاقتصادية والتوترات السياسية والتجارية والتوترات ما بين الطرفين، قد يؤدي انزلاق هذا الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، لذلك يقومون على إدارة الصراع قبل حسمه والتحول إلى حرب عالمية ثالثة. نعم أستاذ الدول. أستاذ نصر الدين، طبعا واشنطن تعمل على إدارة الصراع في هذه المرحلة. وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض قال أن الصين تواصل محاولة تعزيز وجودها في كوبا، وطبعا واشنطن ستعمل على تعطيل ذلك. هل هذا تأكيد على وجود موقع في كوبا رغم نفي الصين وكوبا لذلك؟ المشكلة ليس في التأكيد أو في النفي، المشكلة في العقلية. الصين الآن خرجت من قمقمها العسكري وأصبحت قوة عسكرية ضخمة على المستوى العالمي، وبالتالي تحاول أن تتمدد، تعلم أن كل صيني يرسله إلى أي بلد في العالم يجب أن يرى رقيب عسكري صيني ليحميه ويحمي مصالحه. لكن نعتبر أن الخطر الحقيقي لا يكمن في البعد العسكري، الخطر يكمن في البعد الاقتصادي. أكبر طعنة قد تقدمها الصين للولايات المتحدة وتطعنها مقتلا هو ليس إرسال قنابل نووية أو ذرية، ليس في هجوم عسكري، بل في بيع سندات الخزينة الأمريكية التي تملكها الصين. الصين تملك قرابة 600 مليار دولار خزائن من سندات الخزينة الأمريكية، وهذا رقم في أقل القراءات، هناك من يصل بها إلى 1400 مليار دولار. لو أنزلت الصين هذا الكم دفعة واحدة في الأسواق اختل التوازن وانحدر مؤشرة البورصة انحدارا خطيرا، وأصيبت الولايات المتحدة بنكسة اقتصادية. وبالتالي السلاح هنا موجود ولكنه ليس سلاح عسكري بالدرجة الأولى، والكل يعلم ذلك. الصين ليس لها مصلحة في بيع سندات الخزينة الأمريكية دفعة واحدة، والولايات المتحدة ليس لها مصلحة في الذهاب في الحرب مع الصين العسكرية إلى أبعد مدى. هناك لعبة القطة والفأر، لعبة عض الأصابع، لعبة لي ذراع، بالتالي نحن أمام الذي ينتصر في الأخير هو الذي يكون أكثر صبرا. نعم دكتورة تمارا، طبعا حتى نأخذ الموضوع في سياقه الدولي وفي سياقه العام، طبعا بشأن زيارة بلينكين لبكين، قال الكرملين اليوم أن روسيا واثقة من أن الصين لن تبني علاقات مع أي دولة بشكل يضر موسكو، ما تعليقكم؟ يعني دائما أنا أعلق كل الدول في العالم تهتم في مصالحها قبل أن يكون هناك مبدأ في السياسة، وبالتحديد أن حتى الصين، صحيح أن هناك علاقة قوية ما بين الصين وروسيا ضمن التغير في النظام الدولي، لكن كل دولة هي تهتم بمصالح، حتى على مستوى الصين هي تريد أيضا أن تمرر الطريق الحرير من منطقة الصين إلى منطقة بالقرب من منطقة روسيا وأيضا منطقة الشرق الأوسط. أيضا روسيا هي لا تقبل بهذا الأمر لأنه سوف ينعكس أيضا سلبيا عليها. هذا الأمر بحاجة أن يكون هناك توافق فعلي ما بين هذه الدول، لكن كل دولة في العالم سواء كان الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى روسيا، بالرغم حالة التوافق ما بين روسيا والصين على المستوى الأمني والعسكري، ولكن حتى هذه اللحظة المستوى الاقتصادي ما بين الدولتين هناك في علاقة بدأت بالتبلور نحو العلاقة الجدلية البسيطة، ولكن هذه العلاقة الجدلية البسيطة لم تتبلور أن تصل إلى حال حدة التوتر
التوتر كما حدثت ما بين أمريكا والصين. كل هذه الدول هي تهتم بمصالحها الاقتصادية، وبالتحديد أن الصين لها علاقة قوية بالبعد الاقتصادي، بالرغم أصبح الآن في الوقت الحالي ضمن سياستها الخارجية وبرنامجها الخارجي الاهتمام بالبعد الأمني والسياسي والعسكري، لكن الصين هي تعلم تماما أن البعد الاقتصادي هو الذي يسيطر على العالم، وبالتحديد نحن قبالة الذكاء الاصطناعي وتطور التكنولوجي كله يعتمد على البعد الاقتصادي، ويحتاج هذا الأمر سوق تجارية ضمن الأمن والاستقرار. الصين الآن بحاجة إلى مناطق تجارية، ولكن بحاجة إلى استقرار اقتصادي واستقرار سياسي وأمني، هذا ما تريده الصين، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تهتم بالفوضى وتهتم بالحروب وتهتم بالفتن حتى تبقى مسيطرة. لكن اختلفت الرؤية العالمية، الرؤية العالمية الآن بحاجة إلى أسواق تجارية، لكن يأمها الأمن والاستقرار في البعد الأمني والسياسي. هذا الأمر بحاجة إليه أيضا روسيا بعملية التوافق، هذا الأمر بحاجة أن يكون توافق بين الصين وروسيا حتى يستطيع، بمعنى أن البرنامج الذي تقوم به روسيا ضمن البقعة البعد السياسي والأمني الذي نجحت فيه روسيا في المنطقة، أيضا الصين بحاجة أن يكون توافق بين روسيا والصين على البعد الاقتصادي الذي نجحت فيه الصين كقوة عالمية في البعد الصيني. نعم أستاذ نصر الدين، طبعا في سياق دائما الصين لن تبني علاقات مع أي دولة بشكل يضر روسيا، كيف توازن هذه الدول الثلاث مصالحها أو بين مصالحها دون حدوث أي صدام؟ إن كان هناك من اتفاق لا يمكن الاختلاف حوله بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين متفقان على أن الآخر يمثل خطر استراتيجي على وجوده، ومن ثم هذه اللعاب التكتيكية وتعديل الزوايا وتدويرها هي قادرة على تحسين شروط التفاوض، قادرة على تأجيل المواجهة، قادرة على الحد من التوتر الحالي والقادم، لكنها لن تحسم المعركة الكبرى التي ستكون يوم ما، وهذا ما قاله تقرير الولايات المتحدة، تقرير المخابرات الأمريكية التي أشرت إليه. المواجهة قائمة، كيف شكلها، كيف ستكون، هذا في عداد الغيب، وعداد كل طرف هو يملك من قوة. أعتبر أن الولايات المتحدة والصين بما يملك من بينهما من قلة ثقة متبادلة تجعل الصين تراهن أكثر على روسيا، تجعلها طرفا في هذا الحرب إلى جانبها أكثر من مراهنة الولايات المتحدة على روسيا. هناك كتابات أوروبية رزينة مثل مانويل تود في أوروبا تقول كان على الأولى بالولايات المتحدة أن تجلب روسيا إلى أوروبا وتجعلها حليفا لها ضد الصين، لكن اعتبر أن مرجسية الولايات المتحدة وقوة شخصيتها من محاولة السيطرة على العالم لا ترضى بأن يكون لها شريك في أوروبا، لأن روسيا عندما تدخل في أوروبا لن تكون الشريك ولكن تكون التابع. وبالتالي أعتبر أن هناك جانب سيكولوجي هام جدا، جانب تاريخي هام جدا. الصينيون أحسوا بالذل في نهاية القرن 19 عندما هاجمت أساطيل الأوروبية مدينتهم وبكين وحطمت القصور الملكية، من ثم هناك تاريخ، هناك بسيكولوجيا، وهناك أيضا اقتصاد، وهناك رؤيتين مختلفتين. الكل يريد أن يدفع بيديقه القوية من الآن للسيطرة على أكبر حيز ممكن من مجالات الصراع، لأنه الصراع قائم لا بد منه، بالتالي عندها سينتصر من له أكثر أوراق. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نصر الدين بن حديد، كنت معنا مباشرة من تونس عبر سكايب. الشكر الجزيل لك أيضا الكاتبة والباحثة السياسية في الشأن الإقليمي والدولي الدكتورة تمارا حداد، كنت معنا مباشرة من رام الله عبر سكايب. شكرا جزيلا لكما ضيفي. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام عدد اليوم من نبض العالم، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.